وحيد تخلى عنه حزبه رئيس البلاد، طالبه أقرانه بالرحيل فأبى، سحبوا منه الثقة فاتجه إلى الضفة الأخرى وتحالف مع حركة النهضة إخوان تونس. حركات، أحزاب، شخصيات وحتى تكتلات كلها تلاشت عقب تحالفها مع الإخوان في تونس. منصف المرزوقي المرشح السابق للرئاسة تخلت عنه النهضة الحليفة السابقة له ليخسر رئاسة البلاد بعد أن مدت يدها للباجي قايد السبسي في اجتماع باريس. مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل من أجل العمل تحالف مع النهضة على أمل الفوز بمنصب رئاسة البرلمان خلال الانتخابات التشريعية، لكنه مني بالهزيمة ولم يفز حتى بمقعد واعتزل العمل السياسي. تحالف حزب التكتل مع النهضة دفع ثمنه الحزب، التحالف أدى إلى الخيبة التشريعية، تحالفنا مع النهضة كان خيانة. في أعقاب تحالف جمع النهضة بحزب الاتحاد الوطني داخل البرلمان، بدأ ينفرط عقد الحزب باستقالات متتابعة من جهة وانتقال عدد من أعضائه إلى أحزاب أخرى. مراقبون يرجحون أن يكون تحالف الإخوان مع الشاهد مبنياً على بقائه لفترة طويلة في رئاسة الحكومة نظراً لعدم ترشحه للرئاسة، ما يجعله ضحية ملائمة لمسح أخطاء الحركة.